نعم العاصمة هي المكان الأساسي للفعاليات. وغدا أحمد، قاسم، فاطمة، سمر ستكون في الملعب. ثم إن العاصمة جزء من هذا الوطن وهي عاصمة الجميع، ولا يصح حرمانهم من التعبير. هذا ما فهم الناس، يفهمه الناس. ولا يصح حرمانهم من التعبير عن رأيهم السياسي وبالطريقة السلمية. حييتم أيها الشباب الذين اقتيدوا للتوقيف والمحاكمات في مسيرة الجمعة الأخيرة في المنامة، التي لم تخرج لبطش أو إفساد وتخريب، وإنما لترفع صوت المطالبة بالعدل والإصلاح.